خليناكم بتقولوا الاخر لا لا خليناهم بعد وليد لا موندر دي سو جيل ما قدرتش نديرو كرة كرة لا يا اخ لا 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 يا لا لسلامتكم وقعدوا في ديوركم. كرة رجال كرة عمري عمرك قريب تلفزيون 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 ليش واحد ياكل هنا؟ ياكل هنا؟ لا رانا كلش كما يقول لك رانا على حسب القانون كما الكمامه اجباريه عندنا دوك يكملوا نيطواج نحطوا الجد وصباح نيطواج بالجوفال وان شاء الله ربي فيها خير ان شاء الله ربي يبعد علينا هذا البلد طريق خليناكم بتقولوا الاخر لا لا خليناهم بعد وليد لا موندر دي سو جيل ما قدرتش نديرو كرة كرة لا يا اخ لا 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 يا لا اللي صحتك وصحتها الخدامين تاعك لازم تحافظ على صحتك وتحافظ على صحتك وراه ما تجيبش مستهلك ماشي ماشي الله يرحمنا ورنا المخالفه اللي راهي موجوده هنا عدم وجود معقم اليدين اللي لازم يكون قدام الاخر باش العمال والاخر ولا المستهلك يجي يعقم يديه قبل ما يفد الحاجه والسيد راهو اول ما يملك وطلبنا له الوثيقه تاع السجل التجاري لازم تكون في المحل غير موجوده في المحل. الشيخ هذا وين البريبار والله مازال ما عرفتش. يا الاخ هذا نقول لك حاجه انت راك تاجر اسمح لي السجل التجاري تاعك لازم يكون في المحل تاعك. ماشي عنده شركه عنده موقع. وعقم اليدين يتحدى هنا يا باش يدير له الاخرين تاعك.